كنا كنشوفوا واحد مجموعه ديال البلاغات الرسميه اما على الموقع الرسمي او الصفحه تكلم على مثلا مده ديال عوده واحد احد اللاعبين المصابين، ولكن كنشوفوا ان المده كتجاوز اكثر عاد كيرجع اللاعب. ربما واش هذا كيكون يعني المده تقديريه او كيكون خطا في التشخيص، او شنو الاشياء اللي ما كتخليش يتلتزم بديك المده اللي كتعطى باش يرجع اللاعب للميدان؟ نعم، فهذا سؤال مهم مهم ومهم جدا، لانه ماشي كي ماشي غادي نهضروا على ماشي نهضروا على الصعيد فريق الرجاء البيضاوي، فنهضروا على الصعيد الوطني. هذا سؤال مهم، لانه الاغلبيه ديال الاطقمه انا ما كننتقدش الاطقمه التقنيه، انما ديال سميتو، لان اي طاقم تقني شنو اللي تهمه؟ النتائج طبعا الحال، يهمو النتائج. اذا تهمو داك اللاعب خصو يكون موجود ديما في اقرب وقت ممكن. فاذا به الاصابات كتختلف، اصابه ديال العضله ماشي هي اصابه ديال الرابط الصليبي، اصابه ديال مثلا الكسر ماشي هي اصابه ديال الاربطه بيريفيريك او لا سميتو، كتختلف. فاذا به مثلا اصابه مثلا نعطيو واحد المثال، وهذا الشيء هذا اللي كيتكات اللي هو كثير بزاف، هو الاصابه ديال العضلات. ف اون كونتراكتور يعني غير تشنج عادي كيطلب 4 ايام ديال سميتو ديال الراحه، ومن بعد يزاول التدريب ديالو والطاقم التقني كيشوفوا كيوجدوا باش ايلونغاسيون مثلا تشنج شويه كبير كيطلب 15 يوم، ولكن ديشيرور يعني تمزق في العضلات فهو كيطلب بين 5 الاسابيع حتى 6 الاسابيع باش يرجع اللاعب من باش يتسيكاتريزا باش يعني يتلحم سميتو. ومن بعد ديك 6 الاسابيع غادي يجي بطبيعه الحال فيها الترويض، ها هي مده زادت من بعد الترويض فيه لاغيتليتيزاسيون يعني تاهيل، ها هي المده زادت. هي هذا الشيء هذا واش باش كنقول لك الناس ما عارفينهاش، انما بعض الاخوان ما عارفينش هاد المسائل هادو، فاحنا كنوضحوها بان الاصابه كل اصابه عندها الخاصيات ديالها. كاين الاصابه اللي تقدر ترجعو اون سومان، كاين الاصابه ترجعو اون 3 سمان، كاين الاصابه اللي ترجعو اون 4 سمان، ولكن من بعد الاصابه هذيك الاصابه ملي كنقولوا حنا كنشخصوا بعض المرات كنتسرعوا كنقولوا بون عنده اون انتورس دو لا شوفي دونك ان جور غادي يكون بري، كان جور غادي يكون بري اي اون انتورس دو لا شوفي دونك ان جور غادي يكون بري، ولكن كان جور غادي يكون بري سور لو تيغان، ولكن غادي يخضع للترويض، غادي يخضع لاغيتليتيزاسيون للتاهيل، عاد غادي يدخل. دونك ديك كان جور كتولي غاب شهر او لا شهر ونص. الاطقم التقنيه او المدربين يعني كيسعوا ان اللاعبين يرجعوا في اقرب وقت، ولكن هذه مساله مرتبطه بمصير ديال اللاعب. كيفاش مثلا طبيب الفريق غيسمح لواحد اللاعب ان يرجع قبل من يعني الفتره المحدده باش انه يستعد الكامل اللياقه ديالو؟ وحنا كنعرفوا ان الا تفاقمت الاصابه ديالو تقدر تؤدي الى انه يتوقف المسار الرياضي ديالو، وهذا امر اللي كيبقى بيد الطبيب اكثر من بيد المدرب ديال الفريق. متفق معك انا في هذه المساله، هذه متفق معك 100%، يعني انا متفق معك 100%. فغنرجعوا حنا عاوتاني لذاك المشكل اللي كان وقع علينا مع الطاقم التقني اللي كان من قبل من فريق الرجاء البيضاوي. فإصابة حنا كنحدوها كنحدوها مثلا في واحد المده معينه، بانه هذا اللاعب هذا غادي يدخل في واحد المده معينه. فاذا به الطبيب كيجي كيقول لك لا انا عندي في الفرق الاخرى هذا اللاعب، هذا النوع ديال الاصابه اللاعب كيرجع مثلا على اسبوع او لا على اسبوعين، وانت كتقدر مثلا ثلاثه الاسابيع او اربعه الاسابيع. فهنا كيوقع واحد المشكل، يعني كيوقع واحد المشكل، لانه الى كاين واحد المشكل الا بغيتي كتدخل في الشد والرد مع الطاقم التقني غادي يوقع لك مشاكل مع الطاقم التقني، وكذلك مشاكل مع اللاعب. فاللاعب دائما ملي كيحس براسو شويه مزيان كيبغي يرجع يلعب، واخا تفسر لي تقول له ودي راه عندك الا رجعتي تلعب راه الاصابه ديالك تقدر تتفاقم او لا تقدر ترجع ليك ايتترا. فاذا به المدرب كيرجع لك اللاعب بدون بعض المرات بدون استشاره الطبيب، وهادشي هذا حنا غنقولوا بكل وضوحيه بدون استشاره الطبيب، واخا تقول له سميتو تعطيه باريكري بان يعني سيرتيفيكا ميديكال بانه خصو يرجع في 3 سمان، هو كيرجعوا لك في اون سمان، يقول لك انا محتاج هذا اللاعب، هذا انا ما عنديش
البديل ديال هاد اللعيب هذا. فحنا غادي نرجعوا دابا لواحد المشكل الاخر، هو انه فريق مثلا كفريق رجاء البيضاوي او لا مثلا الوداد او لا حسنية غدير او لا بركان اللي كيلعبوا دابا على بزاف ديال الواجهات وداكشي هذاك، يعني ما خصهمش يكون عندهم فريق واحد، تكون عندك جوج او لا ثلاثه ديال الفرق، لانه يعني خصو يكون ديما عندك لي دوبلور باش الا عندك شي بليسور كتعاون بسميتو باللاعب اللي كيكون جاهز اللي غادي يعطي الدور ديال هذاك اللاعب المصاب. كاين موضوع كيدور في الكواليس كثير وربما طابو كما بغينا نقولوا، هو الحقن اللي كتعطى اللاعبين. يعني ربما يعني مجموعه ديال اللاعبين كتعطاني حقن ما كنعرفش نرجع يعني من الاصابه سريعه بشكل سريع، ما كنعرفش شنو طبيعه الحقن، واش عندها مضاعفات، واش فريق الرجاء كاين في هذه الامور ديال الحقن اللي باش اللاعبين يرجعوا بسرعه للمباريات؟ الحقن باش يرجع بسرعه؟ لا، الحقن باش يتعالج طبيعي عادي نعم. يعني كاين بعض الحالات اللي كيكون مثلا فيه التهاب كبير او لا فيه سميتو، فالادويه عن طريق يعني بافوا اوغال كتطلب واحد المده طويله يعني باش داك داك الالتهاب باش يمشي، وبالحقن داك الالتهاب كيمشي بطبيعه الحال بسرعه. ولكن باش تعطى الحقن اللاعب باش يرجع بسرعه من الاصابه ديالو، والعكس هو اللي كيوقع. يعني غادي تفاقم سميتو. غادي نعطيك واحد المثال، كيهضروا الناس كيدولوا بزاف، يعني حتى الاخوان الاطباء غادي يكونوا غادي يشوفوا هذا البرنامج هذه. فالكويت تقدر تعطي اللاعب المصاب يلعب لك مقابله ما يحس حتى بشي حاجه، ولكن من بعد المقابله فانتظر ما هو أسوأ. انتظر الاصابه بان غادي تفاقم، لان لي كورتيكويد الفراجيليز يعني كيرجعوا الاصابه كيرجعوا يعني كما كان الاطرفه او العضلات كيرجعوها هشه اكثر من اللازم، فهو الاصابه ديك الساعه كتفاقم. اذا هذه المسائل هذه ما كايناش في فريق رجاء البيضاوي. كنعطيهم مسائل ادويه عن طريق الادويه عن طريق عاديه، ولكن اذا كان فيه شي التهاب كبير مثلا او لا فيه يعني حالات اللي كيكون فيهم التهاب حاد او لا يعني الام حاده اللي كتستوجب باش تعطيه حقن غير لي كورتيكويد، من غير لي كورتيكويد كون جو دي غير لي كورتيكويد باسكو لي كورتيكويد اي سون انتردي بار لا وادا، سي ان برودوي دوبون. دونك الى عطيتي لي كورتيكويد ستادير بحال كدوبي اللاعب، سي لي كونترولي بوزيتيف سي لا فوت او ميدسان، سي با لا فوت او جوور، لان الجوور ما كتعرف. سي فري كتقول لي راه هادي سي ان كورتيكويد اكسيتيرا، كتفسر لي شنو هو سميتو، ولكن حنا ديما كنبهو اللاعبين كنقولو ملي كنبغي كنعطيهم مثلا ادويه كنقول لي هاد الادويه هادي راه ما فيها لا برودوي دو بون لا حتى شي حاجه، علاش كتصلح علاش كتصلح علاش كتصلح قبل ما يتناولها؟ لان علاش؟ لان احنا ان هنايا الادويه كتعطى بدون وصفات طبيه. اللاعب راه يقدر يمشي ياخذ ادويه من لا فارماسي بلا وصفه طبيه، وحنا كنتبرؤوا منهم كنقولوا ما ودي اللي خدا شي حاجه بدون ما نشوفوا، احنا بغينا غير نشوفوا ديك الوصفه الطبيه ونشوفوا ذاك الميديكامون اللي تياخذ. ماشي كنقولوا له كما كيقول لك لو مالاد اي لي غوا دو لوي ميم، لو غيمشي يتعالج في شي بلاصه يتعالج في شي بلاصه ماشي مشكل، ضربوا البرده ولا ضربوا شي حاجه، ولكن مثلا غير خلال مثلا في شي الى جاك لاعب مثلا عنده زكام حاد وعنده المقابله الغد ليه، ما عندكش بزاف ديال الحلول. كاين الحل هو تعطيه بعض الادويه، ولكن ديك الادويه ديال الزكام كلها فيها مواد فيها ليفيدرين، ليفيدرين سي ان برودوي دو بون، الى طلع في التيست غادي يطلع بوزيتيف اي سي دو زون داري اي سورا سانكسيوني دو زون داري. دونك كنحاولوا ما امكن بالمسائل اللي هي بسيطه يعني دولي بران لاسبيجيك اكسيتيرا باش نخفوا عليه الالام ديال الزكام ونخفوا عليه الالام ديال سميتو بدون
ما نمشيو كما شرتي ليها في الاول المسائل اللي هي غير قانونيه، يعني الحقن باش يرجع في اقرب وقت ممكن. دكتور كنشكرك على كل هذه التوضيحات وعلى هذه الاجوبه، كنتمنوا التوفيق لفريق الرجاء وان الشفاء العاجل لجميع اللاعبين المصابين في فريق الرجاء، خصوصا عبد الله الحفيدي اللي هو من الركائز ديال الفريق. الشكر موصول للزوار ومتتبعي الموقع 360، كنضربوا لكم موعد في حلقه مقبله ان شاء الله.